السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيك بطبقة مقرمشة، كتجي رائعة وبيضتين فقط وبقطع من الجبن، صراحة كتجي بنينة. فنتمنى أنكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. في عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابونا فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، باش أنكم تبارطاجيو الفيديو مع العائلة والأصدقاء ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجو في المكونات. عندي هنايا بيضتان، 3 قطع من الجبن المثلث، 2 بيكنج باودر ما يعادل 16 غرام، كيس من السكر فانيلا ما يعادل 7 غرام، كأس إلا ربع سكر، كأس إلا ربع زيت، وكأس إلا ربع حليب، وكأس دقيق. فعلى بركة وضعت بيضتان، نضيف كيس من السكر فانيلا، نضيف قطع من الجبن، غادي نجيب واحد الشوكة نحاول نطلق بها هاد الجبن، غادي نوضع الحليب، كما قلت لكم كأس إلا ربع، نضيف الزيت، نضيف البيكنج باودر، وكأس عنبة من الدقيق. الخليط كيجينا خفيف، على هذا الشكل هذا. كنجيب المولي كيدخل الفرن، دابا نبدا باش نحضروا الطبقه اللي كنديروا من الفوق. بالنسبه للطبقه اللي غادي نديروا من الفوق، عندي هنايا ملعقه من السكر البني، ملعقه من الزبده، غادي نحتاج 100 غرام من اللوز ايفيلي و100 غرام من الكوك.
بالنسبه للكوكي الا بغيتي تحمصوه واحد شويه فوق المقلاه فديروه هنا غادي نديرو يعني هكا ما نصوبوش فوق الفرن عفوا فوق المقلاه نجيب الكيك دابا كندخل الفرن اللي سبق لي وسخنته على درجه حراره 180 ونعاود نتلاقى باش نشوفوا الشكل ديالها النهائي. خواتي فالكيكم بعد ما خرجتها من الفرن كتكون على هذا الشكل هذا كتخليوها حتى كتحمر جيدا نقطعوها نشوفوها كيفاش جات من الداخل كتجينا على هذا الشكل هذا اسفنجيه كما لاحظتي والطبقه اللي كتجي من الفوق كتجي مقرمشه كتعطي واحد النكهه رائعه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم ونهايه الوصفه. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.